سؤال اوتبوت للاف ستيتمنت. في عندنا 3 اوتبوتس هنتدرب فيها على استخدام الاف، ونحسب او نشوف ايه هيطلع من الكود اللي مكتوب بالاف ستيتمنت. عندنا A و B و C ومديني قيم ليهم، فهحط ادي A B C وهكتب قيمهم 5 7 10، وكل ما قيمة تتغير اشطب واكتب القيمة الجديدة. في صم كمان بصفر، صم بصفر. بيقول اف اي اكبر من بي، هل الاي اكبر من البي؟ لا، مش اكبر من البي. بعدين بيسألني سؤال تاني ملوش داعي، ليه؟ لان طالما ده فولس خلاص كل الشرط فولس، مش محتاج اشوف الثاني وما اشوفوش. الصح ان انا ما اشوفوش، لان لو في مثلا بلس بلس بي اصغر من سي معناته ان البلس بلس هتتنفذ، انكريمنت اللي هي البلس بلس قبل ده المفروض انفذه قبل ما اشوف الشرط اللي هو البري انكريمنت. فغلط ان انا اروح للشرط الثاني طالما ان في اند هنا، طالما الشرط الاول فولس ما اشوفش الثاني. طب بعدين في اف، الاف دي تبع دي والالس تبع الاف دي، فمفروض ما اشوفش الكود ده خالص، الحته دي ما اشوفهاش. ليه؟ لان كل البلوك ده تبع الاف دي، الاف ماسكه الاف والالس تتبع اقرب اف دي، فكل الكود ده بلاش اشوفه خالص. انزل للسي اوت، سم ايكوالز سم اللي هي بصفر، ده الاوتبوت الاولاني. في الاوتبوت الثاني عندنا اي ب 5 والجي ب 7 والكي ب 3. بيسألني if ال i less than j، والله ترو، ما شوفش الشرط الثاني طالما اور والشرط الاولاني ترو، ما شوفش الثاني. وحتى لو في حاجة هنا ما نفذهاش خلاص، انت الشرط الاولاني في الاور ترو، ما تشوفش الجزء الثاني. الترو الاند عكسها، لو الاولاني فولس ما شوفش الشرط الثاني طالما في كومبايند كونديشنز. طيب خلاص ده ترو، ادخل على طول لهنا. طالما ده ترو ال سي ما تتبعش الاف دي، لان في بلوك ال سي تتبع دي، فمش هشوف دي خلاص بغض النظر فيها ايه، مش هشوفها. مره تاني الاف ده ترو، الشرط ده ترو، ما شوفش ده وما شوفش الالس بولادها بالستيتمنت بتاعتي. ادخل بقى هنا الوات ايفر ايه اللي جوه هنفذه، وانفذ السي اوت دي. هل الكي جريتر ذان اور ايكوال كي ضرب 2؟ يعني هل ده اكبر من ده؟ يعني هل الستة اكبر من السبعة؟ لا، فولس. يبقى ده فولس. ليه؟ لان الشرط الاولاني فولس اللي هو ده، ما شوفش بقى الشرط الثاني وما نفذش دي خلاص، دي راحت. ليه؟ لان الشرط ده فولس فالكونديشن كله فولس، فدي خلاص راحت. دي كانت راحت من الاول، ما اقول لي بقى طب انفذ دي؟ لا، هي طالما دخلت، طالما ده ترو هتدخل هنا، وبغض النظر سويت حاجه ما سويتش، حتى لو ده في سي اوت اند لاين، بس ده مش هيتنفذ. ليه؟ لان ده ال سي تتبع الاف دي، طالما ده ترو مش هشوف الاتس. دخلت هنا ده فولس يبقى مش هشوف دي، يبقى انفذ بس سي اوت كي ايكوالز كي، هي الكي بكام؟ ب3، تفضل ب3 ما اتغيرتش. الاوتبوت الثالث عندنا الاي ب 5 والبي ب 7 والصم ب 3. هل الاي less than بي؟ ترو، فده ترو. فطالما ده ترو اروح للالس بتاعه والغيه بالجمله بتاعتها، الجمله بتاعتها بس دي ماليش علاقه بدي، مكتوبين في نفس السطر بس في سيمي كولون ماليش علاقه، تحت بقى جنب يعني ستيتمنت في نفس السطر. هي الالس بتمسك جمله واحده ما لم يكن في بلوك، والله لو في بلوك كان مسك الاثنين. طيب دخلت هنا ده مش هيتنفس، لكن ده هيتنفس. بيقول بي ده ترو، ادخل جوه بي ايكوالز سم، بي هتتبدل وهتصير مثل سم، هشطب السبعه واخلي البي مثل السم، يعني بقت 3. السم بلس ايكوالز بي ماينس، انفذ دي الاول، البي
ماينس ايه بماينس 2؟ الحته دي بماينس 2، ماينس 2 مع الصم اللي هي 3 ودي بقت 5. الالس مش هتتنفذ، لكن هنفذ دي صم بلس ايكوالز ايه دلوقتي صم، لا هنا ماينس 1، لان الصم ب3 مع ماينس 2 يبقى ماينس 1. مرة تاني البي ايكوال صم، فالبي صارت 3، الصمت زي ما هي 3. وبعدين بيقول لي اجمع بي ماينس ايه اللي هي ماينس 2، بي ماينس ايه ماينس 2 على الصم اللي هي ب3، ف3 مع ماينس 2 بقت 1، بقت بلس 1. تاني 3 واجمع عليها ماينس 2 فبقت 1. بعدين دي ما راح خلاص اتنفذتش. سم بلس ايكوالز ايه الايه 5 مع 1 صارت 6. خلصنا سم ايكوالز 6.